علق طارق كيال المشرف العام على الكرة السابق بنادي الأهلي السعودي على أزمات الراق الأخيرة على المستوى الإداري. وقدم طارق كيال استقالته من منصب المشرف العام على الكرة بالأهلي عقب خسارة فريق الكرة أمام القادسية بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة 12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ولترتيب دور المحترفين برصيد 30 نقطة بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة. وفي تصريحات تلفزيونية تحدث كيال في العديد من الملفات داخل الأهلي وجاءت تصريحاته كالتالي: رئيس الأهلي للأسف قراراته سريعة ولا يتحمل ضغوطات الإعلام والجماهير ويحاول دائما رمي اللوم على غيره. عبد الإله مؤمن أراد التدخل في عمل المدرب بعد التعثرات المتتالية، وليس هناك مدرب محترم يقبل التدخل في قراراته مهما كانت. الرئيس أيضا أراد إقالتي وإقالة المدرب وتغيير اللاعبين بعد التعثرات المتتالية وحملنا المسؤولية وحدنا. كما قال كيال أنه اجتمع هو وفلادان مع إدارة النادي في قطر وطلب منهم توضيح أهدافهم حتى يرسم استراتيجية معينة، ولكنهم فيما بعد طالبوهم بأشياء جديدة. وتابع: قبل بداية الموسم طالبنا أنا وفلادان بالتعاقد مع قلب دفاع أجنبي، ولكننا تفاجأنا بإحضارهم لنا جناحا أجنبي وهو سامويل أوسو. واختتم حديثه: مشكلة ساريتش لم يقوموا بحلها سوى في آخر 48 ساعة من الفترة الصيفية، ولا يوجد مدافع محترم يقبل التوقيع على عقد لمدة 3 أشهر فقط. في تصرف غريب دعم النجم البرازيلي بيتروس أراوخو متوسط ميدان نادي النصر مواطنه مايكون بيريرا في حربه ضد مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت. ومايكون غادر المملكة العربية السعودية بعد أن تقدم بطلب لفسخ عقده مع النصر بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة. وقام بيتروس بارتداء قميص مايكون خلال احتفالات النصر بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الغريم الأزلي الهلال، حيث توج النصر بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على الهلال ب3 أهداف دون رد مساء السبت. ولم يكتفي النجم البرازيلي بهذا التصرف، بل قام بنشر صورته بقميص زميله المغادر عبر صفحته بموقع انستغرام معلقا عليها: هذا الكأس لك يا أخي مايكون. جدير بالذكر أن بيتروس مر بظروف صعبة جدا في بداية الموسم الرياضي الحالي داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وحاول بعض أعضاء مجلس إدارة النصر والمدرب الراحل روي فيتوريا تسويق بيتروس في بداية الموسم قبل أن يتراجعوا عن القرار ليصبح اللاعب أهم نجوم الفريق. وغير بعيد عن العالمي، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عشاق العالمي هاشتاغ صباحات النصر بعد التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي من الهلال. وبعد تتويج النصر ببطولة السوبر السعودي أصبح متصدرا مع الهلال والاتحاد كأكثر الفرق تتويجا بهذا اللقب، حيث حصد الهلال البطولة عامي 2015 و2018 بينما توج العالمي بالسوبر عامي 2019 و2020 على التوالي. وعبرت الجماهير النصراوية عن سعادتها بالفوز الكبير على الغريم التقليدي نادي الهلال وسط أداء قوي وشرس من نجوم العالمي، مطالبين اللاعبين والإدارة بمواصلة رفع البطولات، منتظرين التتويج ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا. وتغنت الجماهير العاشقة للعالمي بالبرازيلي بيتروس بسبب أخلاقه العالية خارج الملعب وأدائه الرائع في المباريات النهائية بعد إحرازه أول أهداف النصر في اللقاء أمام الهلال. وطالبت جماهير النصر بضرورة تواجد إعلام ينصف الفريق.
كشف شقيق سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال حجم إصابة شقيقه التي تعرض لها أمام النصر في السوبر السعودي. وكان الفرج قد تعرض لإصابة قوية أجبرته على مغادرة ملعب مباراة الهلال والنصر ليشارك محمد كنو بديلا له في اللقاء الذي انتهى بخسارة الهلال بثلاثية نظيفة. ونشر شقيق الفرج صورة له وهو يمسك بالعكاز عبر حسابه الشخصي على موقع سناب شات، حيث علق وكتب: حاليا بعد الأشعة يوجد عنده قطع في أربطة المفصل وقطع في أربطة الساق، الله يشفيه ويعافيه. وكان نادي الهلال قد نشر رسالة عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، جاءت كالآتي: أسفرت الفحوص الطبية التي أجراها قائد الهلال سلمان الفرج عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم، وسيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها. وكشفت صحيفة الرياضية أن إصابة سلمان الفرج لاعب فريق الهلال في المفصل سوف تحتاج لفترة علاج وتأهيل تتجاوز شهرين من أجل العودة إلى المستطيل الأخضر. وغير بعيد عن الزعيم أدلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لنادي النصر بتصريحات مثيرة تتعلق بمستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة. وكان النصر قد قرر الإطاحة بالمدرب البرتغالي من المسؤولية الفنية للفريق بسبب النتائج السلبية التي حققها في بداية الموسم. وتحدث فيتوريا في تصريحات لصحيفة ماين فوتبول أنه لا يغلق الباب أمام أي ناد في البرتغال، مؤكدا أنه سيعود للتدريب خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتابع أنه لا يمانع في تدريب أي فريق برتغالي وسيشعر بالرضا، موضحا أنه يقبل التحديات الصعبة. يذكر أن تقارير إعلامية أشارت لتفكير إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في الإطاحة بالروماني راس فارلوشيسكو من تدريب الفريق بسبب النتائج السلبية التي يحققها مؤخرا وخسارة كأس السوبر أمام النصر. وجاء البرتغالي فيتوريا ضمن القائمة المرشحة لتدريب الهلال حال رحيل لوشيسكو في الفترة المقبلة، خاصة في ظل خبرته بالدوري السعودي والمنافسات الآسيوية. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.